اعرض لحضرتك صور وكل واحد هتقول لي ايه اللي جه في بالك اول ما عرضت لك الصوره دي، ايه اللي جه في بالك جمال علام؟ رئيس اتحاد الكورة. ها؟ لا قول لي حاجه بس كده. بس اللي كده بعده حسام حسن، أسطورة مصرية، ربنا يعني روحه وقلبه ووطنيته عالية وفنياته عالية، وإن شاء الله يكون يتحول وجود كابتن حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر لمشروع عظيم. اللي بعده للي قادم إن شاء الله. حازم امام، ايه اللي جه في بالك اول ما شفته؟ صاحبي واخويا وراجل اسطوره من اساطير الكره المصريه اتظلم ماشي. داخل مجلس اداره اتحاد الكوره، اللي بعده عمده عماد متعب، حبيبي وعشره، يعني اخ وصديق وكادر اداري قادم بشكل هايل. يعني اللي بعده هيرفي رينار، من المدربين اللي بحس عنده شخصية وكاريزما وليه إنجازات في أفريقيا كبيرة جدا. اللي بعده عمر حسين، من أنشط الأعضاء الموجودين وداخل الكرة المصرية، وراجل بيعمل مجهود بتفاني كبير. سيادة النائب أنا بشكرك على الحلقة وعلى الحوار وعلى سعة صدرك وعلى هدوءك والثبات حبيبي الانفعالي وكل كلمة أنت بتقولها أنا عارف كويس إنك بتبقى مفكر فيها ومدي انطباع، وأكتر حاجة يمكن أنا عارفها عنك إنك متحبش المبالغة يعني، فدي واضحة جدا جدا، وواضح إن أنتوا بتحاسبوا نفسكم كمان في الرابطة. أتمنى إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية تكون فترة خير، إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله تتألقوا فيها والرابطة تعمل لنا أحسن حاجة. بشد على إيدك وبشكرك شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك كابتن إبراهيم، وبتشرف دايما أكون شرف معاك، ليا والله. ودايما العمل العام لازم تكون واقعي فيه مع نفسك صحيح. وتكون بتقيم نفسك كويس. الهدف كبير، فلما بتقيم نفسك على الفعلي، احنا نفسنا في حاجات كتيرة جدا، التحديات صعبة، ولكن أنا شايف إن المشوار ماشي بشكل كويس، متفائل للكرة المصرية اللي جاي إن شاء الله، وبإذن الله يكون يعني رجوع لقدر الكرة المصرية اللي تستحقه الدولة المصرية بإذن إن الله. شاء الله.